كمان كنت عايز اعرف من حضرتك، الناس اللي جالها فيروس كورونا بالفعل، هل لما بيجي لهم فيروس كورونا مرة تانية بتبقى حدته اقل عليهم بكتير ولا ملهاش علاقة؟ لا لا لا، انه طبعا زي ما حضرتك عارفه ان اللي بيجيله الفيروس ده بيكون اجسام مضاده، فبالتاكيد لما زي بالظبط حالات الانفلونزا، لما بياخد دور انفلونزا اللي بعديه بيبقى اقل حده، فده بالظبط زيه بالظبط طيب اقل، لكن بيجي 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 مرة تانية. بس بمناسبة انه بيجي بقى، في ناس كتير بتتكلم على ان اللي جاله فيروس كورونا ما بيجيلوش تاني قبل 3 أو 4 شهور، المعلومة دي صحيحة برضه ولا معلومة خاطئة؟ لا 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 لا، المعلومة مش صحيحة، ممكن يجي تاني، ده على حسب المناعة بتاعته وعلى حسب الفيفر بتاع نفسه، هو المناعة، جهاز المناعة بتاعته شكله ايه، ده مهم جدا. وطبعا اجراءاته اللي بيعملها، الاجراءات الوقائيه والاحترازيه دي من الحاجات المهمه جدا جدا، يعني حتى النهارده لما بدي اللقاح، اللقاح طبعا بيمنع وبيعمل اجسام مضاده، لكن مش معنى كده ان انا لو خدت اللقاح ان انا يعني اقلل من قيمه الاجراءات الوقائيه، الاجراءات الوقائيه دي حاجه اساسيه لازم كلنا ننتبه ليها ونحافظ عليها. يعني احنا ممكن ناخد اللقاح ويجي لنا كورونا فلازم نبقى واخدين بالنا من الاجراءات، مظبوط كده يا دكتور علاء؟ ما اقدرش اقول ان احنا ممكن ناخده ويجي لنا، لا، انا بقول ان احنا الاجراءات الوقائيه دي حاجه اساسيه في حياتنا، الاجراءات الوقائيه والاحترازيه لازم نحافظ عليها، الاجراءات الوقائيه طبعا معلومه للجميع، اللي هو ارتداء الكمامه بطريقه صحيحه واتباع الممارسات الصحيه عند السعال والعطس والمواظبه على نظافه اليدين جيدا باستمرار وتجنب المصافحه مع الاخرين، متابعه اي ظهور لاي اعراض زي الحراره والاعراض النفسيه والعزل المنزلي والتوجه فورا لاقرب مستشفى، كل دي من الحاجات اللي احنا لازم نحافظ عليها. حضرتك بتقول ان اسلوب حياتنا كله لازم يتغير طول ما الفيروس موجود. طيب بالظبط يا فندم. طيب دكتور علاء، بمناسبه برضو الفيروس والناس تعرف او ما تعرفش، في اجهزه دلوقتي بتتباع بيقال ان هذه الاجهزه بتقدر انها تكشف عن فيروس كورونا لو موجود عند شخص، المعلومه دي برضو او الاجهزه دي حقيقيه ولا هي يعني حاجات بيضحكوا بيها على الناس؟ والله انا اقدر اقول لحضرتك ونصيحتي انا انه انا ما بعترفش غير بالمعامل، وبالذات المعامل المعتمده عندنا وعلى راسها المعامل المركزيه لوزاره الصحه، هو ده اللي انا باخد بنتائجها وبعتمدها. طيب ده فيما يخص المعامل. طبعا في عندنا جزء تاني بالنسبه للفحوص بتاعه الكورونا من ضمن المعامل، السي سي ار والحاجات بتاعه المعامل، وفي كمان السي تي او الاشعه المقطعيه، ودي متوفره في مستشفيات وزاره الصحه. طيب دكتور